السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تلميذاتي وتلاميذ الصف الأول الابتدائي، أهلا ومرحبا بكم في درس جديد اليوم. أهلا معكم أحبابي. سوف نتعلم اليوم بقى يا أحبابي، ناخد فكرة الأول، هنعمل مراجعة على أحرف اللغة، الأحرف اللي احنا أخدناها قبل كده. أصدقائنا اللي هيفضلوا معانا طول الترم هنتعلم فيهم حاجات كتير، وهنتعلم منهم حاجات كتير، ها، ونتقنهم بمهارة عالية جدا. زي ما خدنا كده في القصة اللي الحصة اللي فاتت يا أحبابي، تريد أن تعرف شيئا يجب أن تتعلمه. نريد أن نتعلم القراءة والكتابة، فيجب أن نعرف القراءة والكتابة، فيجب أن نتعلم إيه مع يا أحبابي، ونتقن مهارة الأحرف اللغة العربية كلها. هيا معي نقرأهم ونعمل مراجعة سريعة كده عليهم. يلا معي نركز مع بعض. مريم تلعبيش يا مريم، ركزي معايا. يلا يا احبابي، ها، الف ب ت ث ج خ خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن ه و ي. احسنتم يا احبابي، احسنتم. طبعا انتوا شطار، عارفينها كلها وحافظينها. اصدقائنا الحروف، احسنتم يا احبابي. طيب الحرف بتاعنا اليوم هو اول حرف في حروف اللغه العربيه، وهو حرف الايه يا احبابي؟ حرف الالف. اهلا بك يا حرف الالف معنا. حبايبي الحلوين اقول لهم احنا عارفين يا مس ان هو حرف الالف. نعم اعلم، ولكن حرف الالف هنتعلم معاه حاجات كتير دلوقتي يا احبابي. يلا معايا يا احبابي، هنقول الأول قصة صغيرة كده وجميلة على حرف الألف. حرف الألف يا أحبابي، ها، مر بالأربع فصول. الأربع فصول: الربيع، الخريف، الشتاء، الصيف. في فصل الربيع كان يجلس مستمتعا بالهدوء والطبيعة والأزهار، ويجلس في والشمس الساطعة فوقه، ويجلس في سكون. في فصل الربيع كان حرف الألف يجلس في سكون، وكانت الشمس ساطعة فوقه. وهي إيه يا أحبابي؟ السكون. وهي إيه يا أحبابي؟ السكون. أما في فصل الصيف ذهب إلى الشاطئ. وفي الفصل الصيف نعلم جيدا يا أحبابي حرارة الشمس، فقام بوضع إيه؟ قبعة فوقه، وهو يلعب في على الشاطئ. وهو يلعب على ايه يا احبابي؟ على الشاطئ. وهي ايه القبايه؟ الفتحه. الفتحه. وينطق آ آ آ آ. اما هنا يا احبابي في وضع السكون، آه آه، ساكن لا يتحرك، جلس يستمتع بهدوء الطبيعه، ساكن لا يتحرك، آه آه. اما هنا قام بوضع قبعة فوق في حرارة الشمس، بقى اسمه آ آ. أما في فصل الشتاء فقام بركوب الزلاجة في الثلج، يقوم باللعب بها، وقال وكان صوته إي إي، وكان صوته بالكسرة إي إي إي. أما في فصل الخريف فقام كان يلعب بطائرته الورقية، وكان يلفها في السماء، وكان اسمه أو أو، اسمه أو أو. يبقى معي هنا يا أحبابي دي حركات حرف الألف الأربعة، حركات حرف الألف الإيه؟ الأربعة. معي تاني مرة أخرى، ها، سكون أه، سكون أه، فتحة أ أه. آ، كسرة إي، ضمة أو. ويغني حرف الألف ويقول أنا الألف أنا الألف أنا الألف أنا الألف، عندي أربع حركات: ألف فتحة آ، ألف فتحة آ، ألف كسرة إي، ألف كسرة إي، ألف ضمة أو، ألف ضمة أو، ألف سكون أه أه. هيا معي يا احبابي لناخذ كلمات على حرف الالف، ونبدا في حل انشطه الكتاب مع الكلمات. ها،
نبدأ بنشاط واحد يا أحبابي. يلا يا أحبابي. حرف حرف الألف. درسنا اليوم هو حرف الألف، وأخذنا فكرة عنه وأخذنا القصة بتاعته. ألف فتحة، ألف كسرة، ألف ضمة، ألف سكون، دي اسمها الحركات القصيرة. الحركات القصيرة أ إي أو أ. أحسنتم يا أحبابي. طيب هنا نشاط رقم واحد. بيقول إيه نشاط رقم واحد يا أحبابي؟ ماذا يطلب مننا؟ أنطق وارسم دائرة حول الصورة التي بها صوت حرف الألف. هننطق الصورة، والصورة اللي فيها حرف الألف هنعمل عليها دايرة. أول صورة عندي صورة إيه يا أحبابي؟ صورة إيه؟ ها مش سامعة. صورة إيه يا علي؟ أول صورة عندي صورة إيه؟ أرنب. صورة إيه؟ أرنب. آ آ أرنب. فيها حرف الألف؟ يا مريم فيها حرف الألف؟ أحسنتي. آ يبقى هعمل عليها دايرة. أرنب. وهنا آ، هنا آ، الحركة بتاعت الألف هنا إيه يا أحبابي؟ آ آ تبقى فتحة. أحسنتم. طيب دي صورة إيه؟ تاني صورة صورة إيه يا أحبابي؟ فقر. صورة إيه؟ فقر. فقر. آه فقر. 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 آه فيها ألف يا أحبابي؟ نعم فيها ألف. طيب الألف هنا إيه؟ فق. آه الألف هنا في حالة سكون. ألف ساكن. فقر. أحسنت. طب أوز. أوز. ها فيها آ. آ أحسنتم يا أحبابي. ألف فتحة. طيب أقلام. أقلام فيها يا أحبابي حرف الألف آ. آ نعم أقلام. هعمل دايرة. أحسنتم يا أحبابي. طيب تدريب رقم اتنين. تدريب رقم اتنين. لاحظ الأشكال الحروف وأرسم دائرة حول الحرف الألف. هنلاحظ أشكال الحروف ونرسم دائرة حول حرف الإيه؟ الألف. أول حرف عندي ده حرف الألف؟ لا باء. ها أحسن. جيم أحسنتم. عين أحسنتم. نعم ألف أعمل عليه دايرة. ها حرف إيه ده يا أحبابي؟ راء. لا. نون. شين. جيم. ألف أحسنتم. حرف الألف هعمل عليه دايرة. وهنا ألف أيضا هعمل عليها دايرة. ميم. يبقى أنا هنا هبحث عن حرف الألف وأعمل عليه دايرة. أحسنتم يا أحبابي. نشاط رقم ثلاثة. نشاط رقم ثلاثة. ايوه معايا يا احبابي. نشاط رقم ثلاثة. انطق الصوت وانطق وصل صوت حرف الالف بالصورة المناسبة له. انطق وصل صوت حرف الالف بالصورة المناسبة له. انا عندي هنا يا احبابي الف فتحة. الف ضمة اللي انا كنت لسه بتكلم عنهم دلوقتي. الحركات الاربعة الحركات القصيرة هنعرفها مع بعض دلوقتي يا احبابي اللي هي الحركات القصيرة، وبعد كده هناخد الحركات الطويلة. بس خلينا هنا يا احبابي ألف فتحة آ، ألف ضمة أو، ألف كسرة إي، ألف ساكن أه. أحسنتم يا احبابي. طيب كلمة دي صورة إيه؟ راء. راء. رأس. صورة إيه يا احبابي؟ راء. راء. فيها حرف ألف؟ نعم. طب حرف الألف اللي فيها إيه يا احبابي؟ راء. هنا الحرف إيه؟ ساكن. أحسنتم. حرف الألف ساكن. هروح واخدة صورة الرأس ومشي مشي 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 عند السكون هنا وراح أحطها عند السكون. أحسنتم يا أحبابي. طيب صورة إيه دي؟ إبريق. إبريق. إيه؟ إبريق. أحسنتم. إيه؟ إيه؟ هنا الألف إيه؟ حركتها إيه يا أحبابي؟ الحركة بتاعتها فتحة ولا كسرة ولا ضمة؟ يلا يا عبد الرحمن قول معايا. كسرة. أحسنت يا أحمد. أحسنت. إبريق كسرة. طيب سورة إيدي يا أحبابي؟ أذن. أذن. أو أو أو. شوف بقي ماله مضموم. أو أو يبقى حركته إيه؟ ضمة. حركة حرف الألف هنا ضمة. أو أذن.
هناخدها ونروح عند الضمه بسرعه. طيب ارنب ا حرف الالف فتحه ا ارنب، هاخدها واروح بسرعه بسرعه عند الف فتحه. احسنتم يا احبابي. طيب عندي اخر صوره، صوره مقص. مقص في حرف الالف، في حرف الالف يا ندى؟ مقص فيها حرف الف؟ مقص فيهاش لا ا ولا اي ولا او ولا ا، تبقى شكرا غلط. احسنتم يا احبابي. طيب نشاط رقم، نشاط رقم اربعه، استمع وارسم دائره مكان صوت الحرف. هنرسم دائره مكان صوت الحرف. هنلعب مع بعض لعبه حلوه بقى كده نصحصح بيها شويه. يلا يا احبابي، انا هقول الكلمه ولو صوت الحرف في اول الكلمه في اول حرف هنعمل سقفه واحده، لو صوت الحرف تاني، لو صوت الحرف في تاني حرف هنعمل سقفتين، لو صوت الحرف في تالت مره في تالت حرف يبقى هنعمل تلات سقفات. يلا معايا يا احبابي، هو حل الاول واحده ا س دول ا سقفه واحده وعمل دايره مكان اول مربع. احسن. طب تاني صوره ف ف ف في اول حرف عندي حرف الفاء، حرف الالف جه هنا فين؟ تاني حرف، يبقى اعمل تاني حرف هروح جاي هنا تاني اعمل دايره في تاني مربع ف، نكتب الكلمه ف رن ف، وهنا الالف ساكن، الالف هنا ايه احبابي؟ ساكن، وهنا ا سا دن، هنا الالف مفتوح. طيب هنا ك ك ك ك، يبقى هنا حرف الالف اتنطق فين يا احبابي؟ تاني بعمل سقفتين، تاني مربع، اعمل دايره في تاني مربع اهو يا احبابي. ك برضو الالف ساكن، كاس، يبقى انت هنا يا احبابي ا س دن ف رن ك سن. احسنتم يا احبابي. طيب نشاط رقم خمسة، نشاط رقم خمسة، استمع ثم ارسم دائرة حول حرف الألف فيما يلي. هل قصة جميلة كده؟ ومن القصة دي هناخد الكلمات الحلوة دي مع بعض ونعمل دائرة على الكلمة التي بها حرف الألف. أحمد كان تلميذ جميل، كان يعيش مع أسرته في البيت، وكان لديه أخ وأخت، ويعيش مع أخه وأخته وأبيه وأمه. طيب يلا معايا يا أحمد، أول كلمة عندي كلمة أحمد، أحمد فيها ألف؟ نعم، هرسم دايرة حوالين حرف الألف. طيب أختي، أختي أو أو، نعم أو ألف ضمة، هعمل عليها دايرة. طيب أحب، أحب، نعم هعمل عليها دايرة الألف ضمة. أسرتي أو أو ألف ضمة. أحسنتم، قول ورايا. ها اخي ا الالف هنا عليها ايه يا ولاد؟ حركه الالف هنا ايه احبابي؟ الف فتحه ا اخي، يبقى انا عملت شفت ميزت حرف الالف هنا وقمت بوضع عليه ايه؟ فتحه يا احبابي. يلا يا احبابي النشاط اللي بعده، يلا ثواني يا احبابي. النشاط اللي بعد نشاط ده يا حبايبي بيفكرنا بالحاجات اللي اخذناها في كي جي 1 وكي جي 2، حاجات سهله جدا. هنكتب الحرف بالطريقه الصحيحه، كتابه الحرف بالطريقه الصحيحه، حاجات اخذناها في كي جي 1 وكي جي 2. هنبدا مع بعض، ايدي فوق السطر وانزل اقف على السطر، حرف الالف واقف على السطر، ما بينزلش تحت السطر ولا بيطير في الهواء، حرف الالف دايما واقف على السطر. والهمزه بفتح بق العصفوره كده صغيره واروح راجعه لورا. والف هنا دي الف ايه يا احبابي؟ الف فتحه ا. مره كمان الف هنزل اقف على السطر وايدي العصفوره طايره فوق الالف، طايره فوق، افتح بق العصفوره وارجع لورا واروح حاطه عليها الفتحه، بقت ا. طيب الف ضمه يا احبابي برضو هنزل اقف على السطر، هفتح الهمزه كده فوق طايره فوق، ما ينفعش اعمل لو حد عمل لي الالف كده ينفع يا احبابي؟ غلط، مس، ما ينفعش، لازم الهمزه بتكون طايره لفوق، ما
ما ينفعش تكون واقفه على طول لازقه في الالف في العصايه اللي تحت دي على طول، ما ينفعش. طيب يلا يا احبابي، هنا الحركه ايه؟ ضمه، بقت او او. تمام يا احبابي، اهي واقفه على السطر والهمزه طايره لفوق، او او. طيب اما هنا يا احبابي الف كسره، بنزل اقف على السطر والهمزه بتكون فين؟ لتحت. الهمزه بتكون فين؟ تحت، وبرده بحط تحتيها الكسره ايه. هنا برده يا احبابي كده والهمزه لتحت ايه. اما الالف الساكن، الهمزه فوق وعليها السكون الدايره بتاعتها، اهي كده على السطر، بقف على السطر يا مسمح، والهمزه كده والسكون عليها، سوري سكون يا احبابي. يبقى هنا كتبنا ا او اي اه، ا او اي اه. احسنتم يا احبابي. طيب اخر تدريب نشاط رقم 6، انظر الى الصوره واكتب الحرف مع ضبطه بالشكل، مع ضبطه بالحركه بتاعته. هنشوف الصورة يا احبابي ونكتب مع بعض الحرف بتاعها مع ضبطه بالايه؟ بالشكل، يعني نشوف الحركة فتحة ولا كسرة ولا ضمة ولا سكون. أول صورة عندي صورة إيه؟ أسد. صورة إيه يا أحبابي؟ آ أسد. آ أسد. ها مين يقول لي مين؟ مين؟ ما سمعتش مريم. ها يلا يا مريم، يلا يا أحمد، أحمد. أسد ألف إيه؟ ألف فتحة. ألف فتحة، أحسنت يا أحمد. ألف فتحة. آ آ شوف آ آ. طيب أحسنت. ر ر هنا الألف إيه؟ الألف إيه؟ أحسنت أحسنت يا عبد الله. ألف سكون، ر سن، ر سن، ألف سكون. طيب إبرة إيه؟ إبرة. يلا ياسمينة، يلا ياسمينة قولي. كسرة يا ألف. إبرة، أحسنت يا علي. إبرة كسرة، إبرة. طب أخ، أخطبوط، أو أو أو. ألف إيه يا أحبابي؟ أو ألف ضمة، أو أخطبوط. يبقى أنا هنا أخدت مع بعض يا أحبابي حرف الألف بالحركات القصيرة بتاعته، ألف فتحة، ألف ضمة، ألف كسرة، ألف سكون، آ إي أو أه. أحسنتم يا أحبابي. وحرف الألف كان بيغني يقول أنا الألف، أنا الألف، عندي أربع حركات، ألف فتحة آ، ألف كسرة إي، ألف ضمة أو، ألف سكون آ. وهكذا يا أحبابي نكون انتهينا من درس اليوم، وأشوفكم في درس آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.